الساعة 1 بالليل صحينا على صوت القذائف والصوت الطخ، وصحينا من النوم مفزوعين وله اجتياح. فاتت القوات الإسرائيلية بالدبابات المكثفة والطيارات الأباتشي وبلشوا قصف عشوائي وين ما تيجي تيجي، وأغلب الجيش فاتوا على القناصات على المنازل بالليل بالعتمة، وقطع أول ما فاتوا قطعوا الكهرباء مش عم نشوفش ولا إشي، وبلشوا اللي يشوفوا ينمحوا القناص بلشوا يقتلوا إهوات قتل وإصابات. وظلوا طلع يعني أجى الصبح وخلص اليوم، هم قصف متواصل عشوائي مكثف مكثف. بعدين الساعة 9 لهم بيقولوا لنا اخلوا المنازل بدنا نفتش. طبعا فوق 100 إصابة. طلعنا الساعة 9 وجينا على المستشفى.